السلام عليكم، تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير. فأعود لأقول أن زيادة الوزن تتبغي دائما الاستمرارية، تتبغي الاستمرارية، ودائما خصنا نشوفوا الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي واش عندي لا كونستيباسيون، واش عندي التهابات في البصران، في المصارن او المصران، ثم من بعد او في مشاكل تشكي منها ونداوي هذا، عاد ندوز لهذه القضيه. انما هذا لا يمنع بانه نعطيكم واحد الوصفه من الوصفات الجميله. هذه الوصفه اللي بغيت نقول لكم هي انه تناخذوا الحلبه والبسباس والتمر، يكون التمر معجون. اذا ملي تنقول الحلبه تكون مطحونه مع البسباس مطحون، والبسباس اللي نسميه النافع، والمغاربه كانوا ذكيين في هذه القضيه لانه تينفع، بس ما النفع تا كان تينفع. ثم تنقبطو هادشي وتنخلطوه وتنديرو بالمقابل ديالو داك العدد اللي درنا 50 غرام 50 غرام 50 غرام، تنديرو واحد 100 غرام نتاع العسل وتنخلطوهم وتناخذهم كمكورات ونبداو تناخذو، او نديروهم معلقه كبيره ثلاثه المرات في اليوم، ثلاثه مرات في اليوم، وتتكون جميله هاد الوصفه، بحيث انه تتحس بتحسن رائع وتتحسن بزياده الوزن. وما فيها باس نزيدوا واحد القضيه، هو انه نبداو تتناولوا خبز الشعير في الفطور، لانه رائع رائع وتسمن ورائع. اذا تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير، فالى اللقاء، فرصه كريمه ان شاء الله يا رب.